أزمة ربع العمر، هاي العبارة أو الدراسة اللي انطلقت من جديد بتحكي عن حالة بفوت فيها الشباب بين سن 20 و25، وخاصة لما ينطلقوا على الحياة العملية، حالة من التخبط ما بين في تغيرات بحياتهم الاجتماعية والعاطفية وأيضاً المهنية والعملية. تعالوا نسأل الشارع الأردني بين جيل الشباب والجيل الأكبر، لو حكينا لهم أزمة ربع العمر شو بيعرفوا عنها؟ حالة بتصيب كل الشباب اللي بعمرك اللي بعمري بين 20 25 ل 27، خلينا نقول اللي هو انت بتبلش تتخبط بالحياة، مش عارف انت بدك تدرس ولا بدك تشتغل ولا بدك تسافر ولا بدك تدور على جنسية أجنبية ولا بدك تتجوز ولا. هل صابتك هاي الحالة؟ حاسس فيها؟ شايف ناس حواليك؟ أنا بعز هاي الحالة حاليا، يعني أنا مش عارف إني أدرس ولا إني أسافر ولا كيف بدي أكمل حياتي أصلا. 19 سنة مقبل مقبل رامي، اليوم عم نحكي عن موضوع بس هيك بدي اياك تركز معي شوي، اسمه أزمة ربع العمر. لو حكيت لك أنا هاي الجملة أنت شو بتهيئ لك؟ شو يعني شو بتفكر؟ شو بخطر في بالك؟ مش عارف، حس أني أنا نظم تفكيري ما راح يزبط، راح لازم المفروض أني أغامر بأكتر من شغل، دراسة أشتغل ولا أسافر مش عارف. هاي الشغل. تتجوز ولا لا؟ أعوذ بالله، هو أحد قادر يشتري سيارة عشان يتجوز؟ صعب الوضع هون، صعب. طب كيف تاخذ القرارات بما انك بهاي الحاله؟ شو بتعمل؟ بحاول ادرس السلبيات قبل الايجابيات. امتى بتحس هاي الحاله ممكن تروح؟ تقريبا بعد، خلينا نحكي بعد فتره التقاعد. وال بالنسبه للحياه الاجتماعيه بتغيروا اصحابك لما صار عمرك 20 21 22، ولا ضلوا نفس ما هم؟ لا بتغيروا. بالنسبه لاصحاب الكل بتغير، ما في بني ادم يضل معك على طول، وشو مكان شو مكان الا انت لازم بعدين تفكر انه هذا الصاحب انا مش راح يزبط اني اكمل معه. بتعرف ان كيف صارت الاوضاع، يعني الوضع اللي احنا فيه طبعا يختلف عن العصر اللي فات اللي قبله طبعا. ليه؟ هل انتوا كنتوا اقوى؟ ظروف الحياه صعبه، ظروف الحياه صعبه، امالهم بتكون عاليه زياده عن اللزوم، مش ما بتشبه الواقع. لا لا ما بتشبه، يعني ممكن ظروف الواحد ما بتسمح مثلا يدرس جامعه، هو بده يدرس جامعه دراسه جديده. زمان ما كنا نسمع يعني شو ازمه ربع العمر، زمان ما عمر حدا سمع. لا الاجيال تغيرت خالص بالنسبه للظروف المعيشيه وظروف العالم الاقتصاديه، برضو بيمر بها برضو صعبه شوي. بالرغم من أنه فعلاً لقينا مجموعة من الشباب عم بيعيشوا هاي الحالة من الارتباك اللي وصفتها دراسة أزمة ربع العمر، لكن أيضاً لقينا الجيل اللي قبل يمكن مو سامع عن هاي الحالة أو مو سامع بالدراسة. ممكن تكون هاي الدراسة أو هاي الأزمة مرتبطة بالعصر الحديث. هيك منكون وصلنا لنهاية تقريرنا. يارا أبو نعمة لبرنامج دنيا يا دنيا.